أحيا تجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المحوية مديرية حفاش الذكرى 22 لتأسيسه باحتفال فني وخطابي شاركت فيه قيادات الحزب وكوادره في المديرية. الحفل ألقيت فيه العديد من الكلمات المعبرة عن دور الإصلاح وعطائه الريادي في العمل السياسي والثوري. وفي الحفل أعلن عدد من الوجهات الاجتماعية والقيادات التربوية انضمامها إلى الإصلاح باعتبار الحزب الأوضح رؤية والأكثر تعبيرا عن تطلعات الشعب اليمني في التغيير. وإننا في التجمع اليمني للإصلاح نمد أيدينا لكل الدول الخيرة في هذا الوطن للحوار الوطني الشامل المفتوح بلا استثناء، ونسأل الله أن يحدد الخير لهذا الوطن، وندعوكم جميعا إلى رأس الصفوف والمحافظة على الأخوة.